وتعد الحلوى العمانية من أشهر المأكولات التي يحرص العمانيون على تواجدها على موائدهم أيام الأعياد، ويقومون بشرائها قبل بدء العيد، فهي رمز الضيافة العمانية الأصيلة وواجباتها. ويدخل في صناعة الحلوى مواد عديدة أهمها النشا والسكر والماء والسمن والمكسرات والزعفران والهيل وماء الورد. ولا يخلو منزل في عمان أيام الأعياد من الحلوى، وتتواجد في أغلب ولايات السلطنة مصانع ومحلات لبيعها، ويتم تقديمها بألوان ومكونات مختلفة وبأسماء جذابة.
ويتم تقديم الحلوى مع القهوة التي تعتبر جزءاً من التراث الثقافي العماني. يحرص أفراد المجتمع على تواجدها ضمن ممارساتهم اليومية، وتشرب القهوة بعد تناول الحلوى، ولها تقاليد في الإعداد والتقديم متعارف عليها. Yo dan dani, yo dani dani.